طوابير المتقاعدين. الآن نذهب إلى موضوع آخر، حيث مأساة المتقاعدين في دائرة التقاعد، تحديدا القسم العسكري، وهم ينتظرون طوابير بطوابير طبعا لساعات عديدة على أمل استلام ملفاتهم، علما أن جميعهم من كبار السن وممن لا تقل خدمتهم عن 30 سنة. وأيضا سنتوقف عند حالات أخرى تتعلق بالملف نفسه، لكن قبل ذلك دعونا نتابع هذه المادة لهؤلاء المتقاعدين، وكيف أن موظفا واحدا فقط هو من يستقبلهم ويقوم بتخليص المعاملات الخاصة بهم. نتابع. معاناة المتقاعدين اللي يراجعون دائرة التقاعد القسم العسكري لازم ينشر من 8 الصبح لحد الآن. الأخ هنا من شوك جاي 8 وربع. شنو مشكلتك؟ بس أنا دارك مشغول ولا؟ يا سنة دارك في الجيش 17 73. يعني خدمتك الفعلية 27 و5 32. لا حول الله، هذا مشارك حرب تشرين وما طالع تقاعد. الأخ هنا شو وقت مشتغل؟ قادسية. يعني من يا سنة قادس؟ يا سنة تطوع؟ من 81. من 81 وما طالع الأخ هنا؟ يعني 1/3 86. هاي إخوان كلها مراجعين. هسه الساعة بيش؟ بيش ساعة؟ من عندها ساعة؟ هاي العالم من 8 لحد الآن؟ الساعة 10:30. هسه 10:30 لحد الآن ما لازم واصلهم السرع. يلا احكينا 14 10 لازم انت 14 10 وما طلعت لك المنح، ما طلعت لك نهايه الخدمه. لي 15 سنة. وانت خال نفس الشيء. زين ما تقدر تلحق. هاي معاناه هسه ما يخالف احترموني. لا خلي ثلاثة أربعة على الحاسبات، مو مخلين واحد ويجيك محامي ويجيك الأمة يدخل لا المفروض حاسبتين، واحدة للنساء واحدة للرجال. ضابير هواي، فاحترموا المتقاعد، هسه عمره فوق 60 سنة، احترموه.